المتعاقبة من أعطاء الوعود الزائفة لهذا الوادي عليه نطلب الآتي: أولاً البدء العاجل والفوري في إنشاء طريق أوباري بمسافة 200 كيلومتر. ثانياً تمكين أبناء الوادي في العمل داخل إدارات الشركات والحقول النفطية العامة بأوباري. ثالثاً إنشاء جهاز تنمية وتطوير المناطق المجاورة للحقول النفطية الأبيض أوباري. رابعاً البدء الفعلي في إنشاء مصفاة ومصنع لغاز الطهي بمواقع حقل الشرارة بأوباري. خامساً إعطاء الأولوية للشركات المحلية الموجودة بالمنطقة بالتعاقد في كافة المجالات. سادساً يتم متابعة تنفيذ هذا المطالب من خلال اللجنة المشكلة من هذا الحراك. وبهذا نمهل حكومة الوحدة الوطنية مدة وأقصاها 72 ساعة للنظر في هذا الحقوق المشروعة. وفي حالة عدم الاستجابة لحقوقنا المشروعة سنضطر لاتخاذ إجراءات تصعيدية تتحمل عواقبها الحكومة. وأخيرا وليس بآخرا، إن هذا الحراك لا يمثله أي تجمع أو أي كيان أو أي تيار سياسي أو أي تكتل، وهو حراك مجتمعي شعبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حراك الوادي سطر في منطقة البجير يوم السبت الموافق 22/1/2022. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.